يقول السائل: أتيت من خارج مكة المكرمة وأديت العمرة والحمد لله، وأنا الآن أقيم في مكة المكرمة وقد أديت عمرة وأريد عمرة ثانية، هل يكفي أن أحرم من حيث أقيم الآن داخل مكة المكرمة، أم لا بد من الذهاب والإحرام من مسجد التنعيم، علما بأني قضيت في مكة حتى الآن 5 أيام؟ العمرة لا يحرم بها من مكة، ما يحرم بها من داخل الأميال، أميال الحرم، بل يخرج للحل ويحرم بها من الحل، إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة، خارج حدود الحرم يحرم بها من خارج حدود الحرم، ولا يحرم بها من مكة.